الترادف أحدث مشكلة في الفهم. أين تكمن هذه المشكلة بالترادف؟ يعني لو كنت أنا ممن يؤمن بالترادف، ألا أستطيع أن أفهم القرآن الكريم؟ أو هل أذهب بعيدا عن معانيه؟ كيف تفرق إذا كان هناك ترادف بين الولد والابن؟ كيف تفرق بين الأب والوالد؟ كيف تفرق بين الإله والرب؟ كيف تفرق كم معنى للنساء موجود؟ معاني فعل أمر كم مرة؟ يعني هنا يجب أن نكون في منتهى الدقة. الترادف أن هناك كلمتان في نفس المعنى لا يوجد، وفي كل لغات أهل الأرض الترادف غير موجود إلا بالعربية. لا، حتى بالعربية غير موجود. بقواعد سيبويه، قواعد سيبويه. هلا أقول لك ليش اضطروا يسووها. لو سيبويه لما؟ لأنه هو ظنوا الترادف منين إجا هناك وتسجلوا اللغة العربية، دونوا في قبائل مختلفة. هالقبائل المختلفة في أماكن مختلفة كانت لنفسها تستعمل كلمات مختلفة، ظنوا أنها مترادفات. هي مقاربات. هي لا، هي هي هي, هي ناس مختلفين عن بعض تماما. نعم. يعني مثل كلمة محلية في دمشق وكلمة محلية في حلب، فدونوا اللغة قالوا هي مترادفات، بينما هي ليست مترادفة لأنه أنت عم تدون لغة واحدة صحيح. لتوحيد لسان قبائل مختلفة. إذا كان أنت عم ولسبب كونه القرآن جاء للعرب بالذات لسان عربي مستحيل يكون في ترادف، في استحالة صح. لأنه عم يعبر عن اللسان المبين وعم يعبر عن واقع. تركز كثيرا على عدم الترادف وكأنه يعني هو العمود الفقري للمنهج. سيدي فاضل، نحن بالرياضيات بنقول لهم انه في عندي مثلا اي زائد اذا كان عندي كسر مثلا 1.003، لازم اقول له للتقريب سأحط واحد، سأعضه واحد للتقريب. يعني لازم نبهه اللي انا عم اقول له انا هي 1.03 بس انا مشان التقريب راح احط واحد، حط تقريبا. يعني هو احيانا بيلجأوا الى انه يقربها لذهنك. مقاربات. بينما هي الواقع لا. اثنين، الشيء هلا نحن واعين فيه عندما يتكلم القائل انه يقول ليبين شيء ليبين. فاذا نسي، اذا انه يقول ولا يبين، فهذه ليست لغة إنما هي هراء. يعني أنا عم بحكي، أنت عم تطلع أنه أنا بالواقع مو هيك. بعلم الدلالة يعني بين دائما بين السامع والمخاطب يجب أن تكون هناك رسالة، يوصل رسالة. نعم. الآن أصبح من دعائم منهجك دكتور، أنا بدي أسألك سؤال واحد. تفضل. 90% من خطاب الجمعة اسمع وشوف انه عم يحكي لغة عربية، اسمع شوف انه اللي عم يحكي بالواقع وينه. هو يتكلم عن واقع تاريخي، يتكلم عن تاريخ ليقيس عليه الحاضر ويدعو الى مكارم الاخلاق. يعني نحن عايشين في حالة عدمية. هي الحالة العدمية، يعني انت وقت ما عم تعبر عن الواقع نفسه هذي انت عايشه، والواقع المعرفي والواقع الاجتماعي والواقع الشيء ما عم تعبر عنه، انت عم تتكلم كلام اي كلام. يعني هذا يعني رأيي، وهناك لا يجوز التعميم يعني. ماشي. ان الترادف احدث مشكلة في الفهم. اين تكمن هذه المشكلة بالترادف؟ يعني لو كنت انا ممن يؤمن بالترادف، ألا أستطيع أن أفهم القرآن الكريم؟ أو هل أذهب بعيدا عن معانيه؟ كيف تفرق إذا كان هناك ترادف بين الولد والابن؟ كيف تفرق بين الأب والوالد؟ كيف تفرق بين الإله والرب؟ كيف تفرق كم معنى للنساء موجود؟ معاني فعل أمر كم مرة؟ يعني هنا يجب أن نكون في منتهى الدقة. الترادف أن هناك كلمتان في نفس المعنى لا يوجد، وفي كل لغات أهل الأرض الترادف غير موجود إلا بالعربية. لا، حتى بالعربية غير موجود.
بقواعد سيبويه. قواعد سيبويه هلا بقول لك ليش اضطروا يسووا. لو سيبويه لما لانه هو ظنوا الترادف منين اجى هناك وتسجلوا اللغه العربيه دونوها دون. في قبائل مختلفه، هالقبائل المختلفة في أماكن مختلفة كانت لنفس تستعمل كلمات مختلفة، ظنوا أنها مترادفات. هي مقاربات. هي لا هي هي هي, هي ناس مختلفين عن بعض تماماً. نعم. يعني مثل كلمة محلية في دمشق وكلمة محلية في حلب. فدونوا اللغة قالوا هي مترادفات. بينما هي ليست مترادفة لأنه أنت عم تدون لغة واحدة. صحيح. لتوحيد لسان قبائل مختلفة. أنت عم ولسبب كونه القرآن جاء للعرب بالذات لسان عربي مستحيل يكون في ترادف. في استحالة صح. لأنه عم يعبر عن اللسان المبين وعم يعبر عن واقع. تركز كثيرا على عدم الترادف وكأنه يعني هو العمود الفقري للمنهج. يا سيدي فاضل نحن بالرياضيات بنقول لهم انه في عندي مثلا ايه زائد اذا كان عندي كسر مثلا 1.003 لازم اقول له للتقريب سأحط واحد سأضعه واحد للتقريب. يعني لازم نبهه هاللي انا عم اقول له انا هي 1.03 بس انا مشان التقريب راح احط واحد وحط تقريبا. يعني هو احيانا بيلجأوا إلى إنه يقربها لذهنك. مقاربات. بينما هي الواقع لا. اثنين الشيء هلا نحن واعين فيه عندما يتكلم القائل أنه يقول ليبين شيء ليبين. فإذا نسي إذا أنه يقول ولا يبين فهذه ليست لغة إنما هي هراء. يعني أنا عم بحكي أنت عم تطلع أنه أنا على بالواقع مو هيك. بعلم الدلالة يعني بين دائما بين السامع والمخاطب يجب أن تكون هناك رسالة يوصل رسالة. نعم. الآن أصبح من دعائم منهجك دكتور. أنا بدي أسألك سؤال واحد. تفضل. 90% من خطاب الجمعة اسمع وشوف انه عم يحكي لغة عربية اسمع شوف انه اللي عم يحكي بالواقع وينه. هو يتكلم عن واقع تاريخي. يتكلم عن تاريخ ليقيس عليه الحاضر ويدعو الى مكارم يعني الاخلاق. يعني نحن عايشين في حالة عدمية. هي الحالة العدمية. يعني انت وقت ما عم تعبر عن الواقع نفسه هذي انت عايشه. والواقع المعرفي والواقع الاجتماعي والواقع الشيء ما عم تعبر عنه انت عم تتكلم كلام اي كلام. يعني هذا يعني رأيي وهناك لا يجوز التعميم يعني. لا تحكي عن العدم بشرح لك اياها بالصوت شو يعني.